مشاهدينا الكرام، نعود بكم من جديد الى استاد جرين باي وسنستعرض تشكيله المنتخبين. البدايه بالنصوره التونسيه، حراسه المرمى للبشير بن سعيد. المنتخبات اصحاب المراكز الثالثه فصمم الامان لدفاع الدنقي والكره اليساريه للعابدي حمزه رفيعه، كره في دار الدفاع من ابرز المنتخبات للفوز. كره بعيده لحمزه المثلوثي يلتحق وينو لايفا وينو منصر الدالبي بن سليمان، هذا هو تدخل عنونو مودو بارو يوزع وينو بشير الهجمه وينو بشير 18 هذه الكره ممتازه العزة والدفاع الكامل للمدربين منظر الكبائر. هذا ماركولي يصير يضرب الكرة بالرأس وكرة بعيدة عيفا يوزع بعيد وبشير الانتظار يعدي حمزة رفيعة رفيعة هذه الكرة ما شف أو أنيس بن سليمان حمزة اللي يوزع بالرأس تعدي هي الكرة عرقلة من جزيري المراوغة والعرقلة هي الكرة عرقلة ضربة جزاء 3000%. شوف اللمس للكرة لكن لمس القدم ضايعة من المدافع باتشاني. إذا ضربة جزاء للمنتخب التونسي في توقيت ممتاز 40 دقيقة لعب، فرصة كبيرة للنصور من أجل الجزيري. لا 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 يا الجزيري لا